للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا كريم الشيخ. كريم، كيف تنظر القاهرة لهذه التطورات والمعطيات، هذه الزيارة الإثيوبية برئاسة وزير الخارجية للخرطوم وهذا الاستكمال للحوار هناك؟ يمكن أن نقول أن مصر تنظر إلى الموضوع من جانب واحد، وهو الوصول إلى اتفاقات ترضي مصالحها خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد ما يقارب 60 ساعة حتى هذه الأثناء من المفاوضات جرت بعد وساطة من الاتحاد الإفريقي خلال الأيام الماضية، وعدة جلسات تنتهي اليوم، ومن المرتقب أن يكون هناك تقريرا ختاميا يرسل إلى الاتحاد الإفريقي من أجل البت في ما جرى خلال 60 ساعة من المباحثات والمفاوضات. بالأمس كانت هناك عدد من الجلسات الثنائية بين الدول والمراقبين لوضع الرؤى المتعلقة بكل دولة، ومصر عرضت على المراقبين عدد من البنود تتعلق ب ملء السد في مراحل الجفاف والجفاف الممتد، بالإضافة أيضا إلى تشغيله خلال الفترة المقبلة دون الإضرار بمصالح مصر والسودان مستقبلا، بالإضافة أيضا إلى يعني مصر في البيان الصادر عن وزارة الري المصرية رفضت تعنت الجانب الإثيوبي وإصراره على التمسك بالجوانب الفنية والقانونية التي كان قد تمسك بها قبل حتى الوصول إلى الاتفاقات من جانب الاتحاد الإفريقي بإعادة التفاوض مرة أخرى، وبالتالي مصر ترى أنها لم تصل إلى أي شيء حتى هذه الأثناء. فيما يتعلق بوصول وفد من الجانب الإثيوبي إلى السودان، فمصر لم تعلق حتى هذه الأثناء على هذا الأمر، ومن المتوقع أن مصر لن تعلق خلال الساعات المقبلة لأنها تركز جيدا في الخروج من هذه المفاوضات بحل يرضي جميع الأطراف، كما كانت تعلن مصر دائما أنها تدخل جميع المفاوضات بحسن نية من أجل الوصول إلى اتفاقات لا تضر بمصالح إثيوبيا بطبيعة الحال، ولكن أيضا لا تضر بمصالح مصر والسودان خلال الفترات والسنوات المقبلة. شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسلنا كريم الشيخ.